الأخ يقول يعني طبعاً ثلاث أسئلة متتابعة في معنى واحد، يقول يعني هناك يعني الآن حملة صليبية على الدول العربية وعلى المسلمين، وتحاول هذه الحملة الصليبية تقسيم الدول زعزعة المسلمين عن دينهم وعن عقائدهم، ويسأل الأخ يعني يقول ما هو الدور في ذلك، ما هو دور المسلمين في هذه الأحداث، وما دور العلماء وما دور طلبة العلم، وهل يتأتى الصليبيين يفعلون ذلك؟ حقيقة أن الصليبيين لا يعلون جهدا في عزل الناس عن دينهم وعن عقائدهم. وقد كتب أحد الكتاب الغربيين ومقاله موجود عندي يقول لن تقف الحرب الصليبية حتى نعلق الصليب على الكعبة. وآخر يقول يجب القضاء على الإسلام ما دام راشدا، لأن الإسلام يقول قوي ولكن أهله ضعف وعجزة، نفسه ينهض أهله بالتالي يقضون على الحضارة الغربية. آخر يقول يجب القضاء على هؤلاء المجاهدين لأن هم اللي يمثلون الواجهة الحقيقية للإسلام والمسلمين، يجب القضاء عليهم يسهل القضاء على الآخرين. صحيح أن المجاهدين هم الطابور الأول في الحقيقة، وهم الصف الأول، هم الواجهة الحقيقية ضد الصليبيين، لكن يجب على تونس أن يعلم أن الصليبيين لا يريدون فقط المجاهدين، سوف يتدور على جميع المسلمين على اختلاف طبقاتهم على اختلاف أجناسهم، حتى الذين الآن يدافعون عن بعض القضايا الصليبية ويتكلمون في الشباب وأنهم 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 لا يرحمهم الصليبيون، وسيأتي الدور عليهم لكن ربما في الطابور الثاني ليس في الطابور الأول. فهؤلاء يجب عليهم مناصرة إخوانهم والدفع عن حرماتهم وأعراضهم وبذل الزكوات والصدقات لهم. طبعا أدوار تتمثل بأمور، الأمر الأول دور العلماء بالتحريض على مواجهة الصليبيين، وفي نفس الوقت بتوجيه الناس وتوعيتهم الشباب بالالتفاف حول العلماء الصادقين والقادة المخلصين والتقيد بآرائهم، فهم أعلم بالدين منهم وأبصر بالواقع منهم وأعلم بالمصالح والمفاسد منهم. النساء لا دور بالتحريض ولا دور بالمال التجار بأموالهم، كل له دور، كل له دور في هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس قال صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أنس إذا غزا خلف بعض الصحابة لأهل المدينة، ما كان الذي يخلي المدينة من الرجال، وما كان تعرى بلاد المسلمين، كل على صغر، هل نعيب القاعدين إذا كانوا على عمل للإسلام والمسلمين؟ إنما يعاب المخذل، يعاب الذي لا يعمل للإسلام. أما العالم فله دور بالتوجيه والتوعية، له دور بلسانه، له دور بقلمه، ويشكر على سعيه، ولا نطالب من العلماء أن يتحدث فوق طاقتهم وفوق قدراتهم. والعلماء قدرات ومواهب، زيادة على ذلك يختلفون في القوة والشجاعة، زيادة على ذلك يختلفون في التحليل وقضية إيصال المعلومات للآخرين. فيعطى كل عالم حقه ويشكر سعيه. دور الشباب أيضا لهم دور آخر، إن العلماء يجلسون يوجهون ويعلمون، هم يوجهون الشباب، الشباب ينضمون تحت قيادة أيضا، لأن هؤلاء الشباب لابد يوجهون ولابد يعلمون، وهم يلتفون حول هؤلاء العلماء الذين يوجهونهم ويعلمونهم، وهم في الحقيقة الواجهة الحقيقية ضد الصليبيين. دورنا نحن ندعو لهم، ما نتخلى عنهم، ندعمهم بالمال، ندافع عن أعراضهم، نذب عن حرماتهم، نخلفهم في أهليهم. النبي يقول من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، متفق على صحته. نخلفهم في أهلهم بخير ونقنط في نصرتهم، نقنط نصرة للمستضعفين من المؤمنين ودعاء على الكافرين. التجار يبذلون الصدقات ويبذلون الأموال، لأن المسلم إذا كان بعيدا عن الإنفاق في مواطنه سوف يكون لقمة سائغة للصليبيين. الآن الصليبيون يرصدون الأموال الكثيرة والمليارات، وأبناء المجاهدين يعجزون في سنة واحدة عن جمع 20 مليون 30 مليون ريال، وهؤلاء يحصدون المليارات لحرب الإسلام ويدفعون الرشاوي للدول في سبيل موافقتها على الإقلاع لضرب الإسلام والمسلمين. لا بد أن نبذل أموالنا وأنفسنا في مواجهة هذه الحرب، وهذا البذل الواجب، والذي يتخلفون عن بذل أموالهم في وقت محنة المجاهدين وتطاير الرؤوس والأسلاء يعدون من الذين يكنزون أموالهم، وهذا ذنب كبير وعظيم. وما من كلب يسلم في الإسلام
إلا ولكل حظه من الإثم إذا كان مقصرا. فالذي لا يبذل العلم وقت الفتن وقت تسلط الصليبيين فعليه كفل من الآثام. والذي لا يبذل ماله والملوك بنيئة يرابون بها والمجاهدون بحاجة لمثلها وعوائلهم بحاجة ولا يبذل ماله فعليه قسط من العذاب. والذين لا يبذلون أرواحهم ونفوسهم والمجاهدون بحاجة إلى مثله فعليهم قسط من الإثم. الله الله في السعي في مواجهة هؤلاء الصليبيين، ولكن على أسس وعلى مناهج مدروسة.